السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واش رقم مبروكه، ونتمنى على كل واحد يدخل عليه بالصحه والسلامه، وعلى الميمات وعلى الخواتات وكل شيء تدخل عليه بالصحه والسلامه. كيف ما شفتوا انا غنقدم معكم العسل. انا بديت بدايه، اول حاجه هو العسل غادي نديره ان شاء الله. ها نتوما معايا، عندي اول حاجه هو قالب. انا كنخدم بقالب السكر. هنايا قالب السكر، كنخوي عليه اطرة الماء. اطرت الماء كامل، كنشد كموسة بحال هذه، كندير فيها شوية أتاي حبوب، كندير شوية الزعتر. طريقة كتجي زوينة ديال العسل. كندير شوية القرنفل، حبوب قرنفل، كندير شي راس المعلقة الشبة مطحونة، غير الراس، كتجي رائع. هاد العسل كيجي من السم بحال دايره العسل الحر، والله بحال دايره شي عسل حر. هاد الكميميسه راني جبت الخيط باش نحزمها مزيان باش ما تحلش لينا، ترول لينا العسل، باش العسل يبقى نقي. ها هو هي، كنشد هاد الحامضه حيت الزريعه ديالها. هذا هو العسل اللي كندير دائما، كنخدم به الشباكيه، كنخدم به جميع، كندهن به في رمضان البغرير. ولكن هذا بحال نصايبه العسل حر من السم بالزعتر وبالعشوب. ها هي الحامضه والكموسه راه لحتها هنايا. صافي كنتسنى ها هو السكر بدا يذوب، السكر، وكنسد عليه. صافي كنسد على السكر وكنديرو ساعه لاروب، ساعه لاروب ديال الطياب. وانتوما معايا كنسد عليه هنا الكوكوت، كنسد عليه في الكوكوت وكنخليه ساعه الا ربع. غتلاقاو معانا ان شاء الله تشوفوا العسل كامل. المهم البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتوما بخير، وانا رجعت معكم وغادي نوريكم العسيله كيفاش جات. ها نتوما يا البنات، ها نتوما العسل كيفاش جا. ها هو هي، ورا المذاق ديالو رائع، والله على المذاق ديالو كيجي زوين. ها نتوما، باش نوريكم اللون، نوريكم كاع في الكاس، شوفوا اللون ديال العسل كيفاش جا. هو راه كيبغي يجي نيت. ها نتوما اللون ديالو كي داير، والمذاق ديالو مع الاعشاب وهذا كيجي نيت بحال حر، بحال مصايبه العسل الحر. شي مصايبه العسل الحر بحال ما هكاك. ها نتوما هي الخطوريه ديالو. وجربوا البنات الطريقه ديال العسل، راه رائعه والله الا فنه. ايوا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا لكم على الدعم وعلى الكومنتيرات اللي كتكتبوا ليا، وعلى الكلام الطيب الزوين اللي كنسمع منكم. والناس بالحق انا عندي غير ناس طيبين، وكنتمنى هذا الفيديو يدخل عليكم بحله جديده، ويدخل عليكم ان شاء الله رمضان مبروك ان شاء الله بالصحه والسلامه، واللي مريض الله يشافيه، واللي عنده شي غرض الله يقضيه ليه،
ونتمنىكم تدخلوا عندي لهذا الفيديو تشوفوا، اللي ما دايرش لايك يدير لايك، واللي ما دايرش ابوني ابوني معايا ديرو، اللي ما باركش على الجرس يبرك على الجرس باش يوصلوا كل جديد. ومرحبا بكم ان شاء الله. ومازال غادي نقدموا معكم، يلا اول حاجه كنوجدها هو العسل، بقى ما درت حتى شي حاجه، يلا العسل ان شاء الله وانتم معايا. ذوقوا معاكم شويه، والله الا زوين. دهنوا به البغرير، دهنوا به شحال من حاجه. ايوا مرحبا، مع السلامه.